أكلات كان بيحبها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هو كلامنا النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور محمد وهدان. أكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912235. دكتور محمد سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتك وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتكم أمين جميعا يا رب. أمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين يا رب. أمين يا رب. يعني اتكلمنا عن أخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في سنته، وتكلمنا عن حاجات كتير قوي في شخصيته وتعاملاته مع الناس ومع أهل بيته، ولكن ما اتكلمناش عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يكون بياكل إيه، بيحب إيه، هل كل الأكلات بيحبها ولا في أكلات بيحبها وأكلات ما كانش بيحب يأكلها ولا إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب إيه يا دكتور محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه الملك والملكوت في قبضته مقهور بعظمته، وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلقك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فبارك الله فيك وسلم يا أن طرحت هذا الموضوع المهم، وهو طعام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخليني أبتدي مع حضرتك كده بجملة عظيمة قوي ألهمنا الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن أطعمة وأشربة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كان يشرب النبي؟ اسمع بقى ابن القيم بقول كلام جميل قوي. بقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قدم إليه من الطعام أكله إلا أن تعافه نفسه. وكان شعاره عليه الصلاة والسلام خير الطعام ما حضر وخير اللباس ما ستر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى هو ده لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، اللي يتحط قدامه ده كان يأكل منه صلى الله عليه وسلم. ما كانش يطلب حاجة معينة، لم يكن يطلب شيئا معينا، يأكل ما وجد عليه الصلاة والسلام. وكان شعاره أن خير الطعام ما حضر. ما أنا ممكن أنا أتمنى أقول أنا عايز أكل كافيار، بس ما فيش قدامي غير طعمية، يبقى الطعمية إيه؟ أفضل مليون من الكافيار، إن هي اللي موجودة إيه؟ قدامي. والواحد دائما وأبدا يقنع ويرضى. وده بس في البداية درس مهم جدا لبعض أولادنا. الأم النهار قاعدة في المطبخ وعمالة بتطبخ وعمالة بتعمل كام، وفي الآخر يقولوا لها أنت إيه اللي خلاكي تعملي ده، إحنا ما بناكلوش. الأكل مش عاجبنا. لأ، شوف تعالوا نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتقول لنا جملة عظيمة قوي، بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها، يعني ما فيش لحمة. فيسأله أحد الصحابة: فما كان يقيتكم يا خالة؟ كنت بتاكلوا إيه؟ فتقول له: كنا نعيش على الأسودين، على التمر وعلى الماء. هي دي أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله، خليني أديك نموذج مثلا مع باكورة الفاكهة. عارف البكورة اللي هي إيه؟ البشاير يعني. أول ما الفاكهة تطلع، أول ما تطرح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة، إذا جاء أوان الرطب فهنئيني. أول ما الرطب ينزل يجي فهنئيني، عشان كان في المدينة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تجيله بشاير الفاكهة كان يعمل فيها إيه؟ عشان نتعلم كلنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي بالفاكهة بالثمرة ويغسلها أولا. عارف الغسل معناها ايه؟ ان الاسلام دين الايه؟ النظافه، ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وبعد ان يغسلها يضعها صلى الله عليه وسلم على عينيه او قريبا من عينيه، ثم صلى الله عليه وسلم يضعها على شفتيه، ثم يقبلها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام. يا ترى سيدنا النبي كان بيدعي ايه اول ما يستقبل بشائر الفاكهه؟ كان بيعمل ايه؟ كان يقول: يا رب العالمين، اللهم كما اريتنا اوله فأرنا آخره يا رب العالمين. ثم يأكلها سيدنا النبي؟ لا والله وسلم، كان يعطيها لأصغر طفل موجود في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده هو ده سيدنا النبي في تعامله مع الطعام مع الشراب. سيدنا النبي ما كانش بيأكل حاجة سخنة أبدا، وده حاجة مهمة قوي.
كان مره قدموا له اكل اللي طالع منه فوران كده بخار شديد قوي والاكل مولع، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان يتناوله وحذر من تناوله، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم يطعمنا نارا فأبردوه. وقد ثبت طبيا أن الناس اللي بقها ألمونيا دول بيشربوا الحاجة بسرعة جدا وسخنة مستعجلين وهي مولعة، الحاجات مولعة بتجيلهم أمراض كتيرة جدا في القرقوم والمريء والمعدة ومشاكل كتير. ده الكلام ده قاله من سيدنا النبي من 1400 سنة، قال لهم إن الله لم يطعمنا نارا فأبردوه. والرسول كان راجل يرفض حياة الطرف، كان يأكل أي حاجة موجودة قدامه. تصوري حضرتك إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل خبزا منخولا منذ أن بعثه الله نبيا إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. كان يجيبوا لي الشعير كده بسرعة ويحملوه ويحطوا له في الفرن ويأكله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فسيدنا النبي كان متواضع جدا وكان يأكل ما وجد. والوجبة الشعبية اللي كانت عند سيدنا النبي إيه؟ الوجبة الشعبية عندنا الكشري أو الفول الطعمية. يا ترى الوجبة الشعبية اسمها إيه؟ اسمها أستاذة رمياء الأسود.